بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ النهاردة يا شباب إن شاء الله نتكلم في المحاضرة بتاعتنا ألا وهي الكولمز. نبدأ النهاردة بإذن الله زي ما خدنا المرة اللي فاتت، خدنا الجريدز وخدنا الليفلز وإزاي نعدل فيهم وإزاي نرسم الجريدات بالشكل اللي قدامنا ده يا شباب. طيب النهاردة عايزين نبدأ إزاي نعرف عمود وإزاي نرسم الأعمدة بتاعتنا. أول حاجة هخش من التاب اللي اسمها ستراكشر، من البانل اللي اسمها ستراكشر، هلاقي عندي كولوم. طبعا زي ما احنا اتعودنا يا شباب ان احنا بنبص، ممكن نرسم بالاختصارات وممكن نرسم من كولمز العادي. فخلاص ممكن اضغط كولم هنا يا شباب. اول ما اضغط كولم هيبدأ ايه يجيب لي هنا كده في البروبرتي بتاعتي. اول ما اضغط كولم هيبدأ يجيب لي في البروبرتي بتاعتي. قلنا عصب الريفت يا شباب هو البروبرتيز والبروجكت براوزرز. طيب اول حاجه في البروبرتي يا شباب، اول حاجه هنبدا نضغط هنا كده عشان نختار نوع العمود بتاعي. هل العمود بتاعي خرسانه، اهو خرسانه، ولا ستيل، ولا سيركولار هولي سيكشن فاضي، او اي حاجه من الحاجات دي. طيب وليكن احنا هنشتغل خرسانه دلوقتي، وهنعرفك ازاي ان شاء الله ازاي بتجيب عنصر مثلا ستيل او قطاع خرسانه بس مختلف الشكل، او دائري او مربع، وهكذا هنشوف دلوقتي. طيب اول حاجه يا شباب نبدا نختار من هنا كونكريت، وليكن ده. انا دلوقتي يا شباب عايز ارسم عمود، بس عايز ارسم عمود بقطاعات مختلفه، يعني من الاخر عايز اعرف قطاعات العمود. يبقى اقول له ايديت تايب عشان ابدا اعمل عمود جديد. طيب هقول له دوبليكيت عشان اعمل عنصر تاني اسميه كولم 300 في 600. طب ليه انا بعمل دوبليكيت يا باشمهندسين؟ بعمل دوبليكيت يا باشمهندسين عشان ما بوظش المكتبه بتاعتي، ببدأ أدخل الدايمنشن بتاعتي هنا كده أهو. ببدأ أدخل الدايمنشن بتاعتي هنا يا شباب، البي والتي بتوع العمود، ده ال 30 وده كام؟ ال 60، عشان شغال بالمليمتر، وأبدأ أقول له أوكي. بكده يا شباب أنا عرفت العمود بتاعي، نزل هنا العمود بتاعي أهو، بقى كولم 30 في 60. طيب نيجي نبص للأوبشن بار، للأوبشن بار بتاعنا، هنا بيقول لي ديبس، ركز معايا كده يا باشمهندس، بيقول لي ديبس وفي هايت. الدبس يا باشمهندس ان انا عايز انزل لارتفاع معين، عايز تنزل لكام؟ ممكن يا باشمهندس اعمل اللي انا عايز انزل لليفل ايه؟ دبس، يبقى هنزل لليفل واحد. طيب بما اني واقف في ليفل اتنين يبقى هنزل لليفل واحد، لكن انا لو عملت ايه؟ هايت، فانا هطلع من ليفل اتنين لليفل ثلاثه او ليفل اربعه او ليفل خمسه، ده كده الليفلز بتاعتي. طبعا احنا هنرسم هنا في الدبس، يعني هننزل لتحت يبقى اوصل لليفل واحد. طب امال ايه انكونكتد دي يا باشمهندس؟ انكونكتد دي يا باشمهندس لو انت عايز ترسم عمود بارتفاع معين. يعني ايه؟ يعني العمود بتاعي هو هيترسم من ليفل 2 نازل لليفل 1 بس مش واصل لليفل 1، على ارتفاع مثلا 2 متر ونص، على ارتفاع 3 متر ونص، وهكذا. ده في ايدك مثلا في بسطه السلم، في الحاجات دي. طيب لكن احنا دلوقتي هنرسم نازل لليفل ايه؟ لليفل 1. ابدا ارسم ازاي يا باشمهندسين؟ ببساطه خالص هبدا القط الجريد بتاعي اهو، ببساطه خالص بلاقي العمود بتاعي بيلقط الجريد بتاعي اهو، تمام كده؟ طيب دي اول طريقه يا شباب لرسم الاعمده. يبقى اول طريقه لرسم الاعمده ان انا بخش من الاستراكشر، ابدا اجيب كولم كولم، او اضغط سي ال من العمود بتاعنا، اضغط سي ال من الكيبورد بتاعتنا، ابدا اعرف القطاع بتاعي، ابدا اخش هنا ايه؟ ارسم الرسم بتاعي. طيب دلوقتي نمسح الاعمده دي كده يا شباب، اعمل عليها سيلكت كده، وبالمره نتكلم عن السيلكت. السيلكت زي الكروس والويندو بالظبط يا شباب، زي الاوتوكاد بالظبط. لو انا اخترت من الشمال لليمين كده اي حاجه بتقع جوه المستطيل دي بيختارها، تمام؟ لكن لو العكس اي حاجه بيقطعها يا شباب، اللي هو الويندو والكروس بتاعت الاوتوكاد. فانا اخترتهم كده، ابدا اقول له ايه؟ ديليت من الكيبورد عشان امسح الاعمده بتاعتي. تعالى ناخد طريقه ثانيه يا شباب، نمسح ده بس كده. عايزين ناخد طريقه ثانيه لرسم الاعمده. افرض انا عندي الاعمده بنفس القطاعات لليله دي كلها كده، للجريدات دي كلها يا شباب. طيب اعمل ايه؟ هجيب كولم او سي ال من الكيبورد، اختار نوع العمود بتاعي اللي انا عايز ارسمه، وابدا اقول له اد جريدز. اد جريد ده يا باشمهندسين، اد جريد، اد جريد يعني القط لكل الجريدات دي يا باشمهندس. اول ما بيلقط الجريدات دي ببدا اعمل ايه؟ كروس كده يا باشمهندسين، ابدا اعمل كروس كده زي ما البرنامج بيختار كده اهو. لو عملت زوم ان كده، زوم ان بالسكرول بتاع الماوس، هلاقي العمود بتاعي اترسم، بس لسه البرنامج ما اتنشطش، او لسه الامر ما خلصش. يعني لازم اضغط ايه؟ لازم اضغط فينش عشان اقول له ايه؟ ان البرنامج بتاعي خلص كده، تمام كده؟ كده يبقى انا رسمت الاعمده بتاعتي على كل الجريدات اللي موجوده عندي. هو بيشتغل بتقاطع الجريدات يا شباب. طب تعالى نشوف ال 3 دي.
بتظهر ال 3 دي منين يا باشمهندسين؟ ممكن من قائمة فيو، قائمة فيو 3 دي فيو، ممكن تضغط على السهم اللي تحت ده كده يبدأ يجيب لك ديفولت 3 دي فيو. او ممكن من ايه يا باشمهندسين كده جاب لي الفيو اهو، ارجع ليفل 2 تاني، ممكن من الايه، من الكويك اكسس تول بار، ابدا اضغط من هنا 3 دي اسهل يعني. طيب كده جاب لي دي الاعمده بتاعتي. ايه بقى يا باشمهندسين ده؟ كل عمود هنا باين فيه خط كده احمر ولبني وبعد كده اخضر. ايه ده بقى يا باشمهندسين؟ مش احنا يا باشمهندسين واحنا كنا بنبعت لبرنامج الساب او برنامج الاتاب او اي برنامج اناليسيس، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعرف العمود او القطاعات بتاعتنا كفريم اليمنت، هو ده العنصر الفريم اليمنت اللي هيروح للبرنامج. لو جينا عايزين نظهر حاجه اسمها الاناليتيكال موديل، ممكن من البروجكت براوزرز اقول له اناليتيكال موديلز. ايه الاناليتيكال موديل ده؟ الاناليتيكال موديل ده يا شباب هو ده اللي هيروح لبرنامج الساب او برنامج الاتابه او اي برنامج انشائي. لو انا وقفت على العمود ده هلاقي ان العمود ده الفريم اليمنت بتاعه واخد الجيومتري بتاعه العمود، جايب الابعاد بتاعه العمود بتاعت اللي هي مثلا 30 في 60. تمام كده يا شباب؟ طيب نرجع تاني كده، دي كده رسمنا الاعمده بتاعتنا يا شباب، رسمنا الاعمده بتاعتنا. طيب افرض انا عايز ارسم دلوقتي عمود دائري يا شباب، عايز ارسم عمود دائري، هاجي من التاب اللي اسمها ستراكشر، من البانل اللي اسمها ستراكشر ابدا اختار كولم. طبعا هاجي ادور هنا هلاقي مفيش كولم ايه؟ مفيش كولم سيركلر، يبقى لازم احمل من المكتبه، هاجي من اللود فاميلي، من اللود فاميلي، لود فاميلي، ابدا اخش اللود فاميلي، ابدا اخش اللود فاميلي، الار في تي لايبراري ايجيبت، اختار ستراكشر كولم. الاستراكشر كولم هبدا اختار كونكريت، مش انا عايز اختار عمود كونكريت. طب افرض انا عايز ارسم عمود ستيل، ممكن اختار عمود ستيل، هتلاقي عندك اعمده ستيل كتير جدا على حسب النوع اللي انت عايز ترسم بيه. طيب نختار الكونكريت بتاعتنا، انت عايز العمود بتاعك ده العمود بي الكولم هيد، ده العمود العادي بتاعنا اللي احنا رسمنا بيه دلوقتي، ده العمود ويز دروب بانل او دروب كاب، الكابه بتاعت اللي هي بتاعت الفلات سلاب لو انت عايز تعرفها. لو انت عايز ترسم عمود راوند بقى اللي هو العمود الدائري وتقول له اوبن، اول ما تضغط اوبن هيفتح لك العمود هنا يا شباب. نعمل له ايديت تايب بقى، ايديت تايب، ونبدا نعمل دوبليكيت وندخل القطاع بتاعنا نسميه سيركولار كولم او سيركولار كولم وليكن 300 ملم الديامتر بتاعه، 300 ملم. ابدا احط الديامتر بتاعه هنا يا شباب واقول له ايه، اوكي. لو انا عايز ارسمه ممكن ارسمه هنا كده، ممكن ارسم العمود بتاعي بالشكل ده كده، او على تقاطع جريد من الجريدات بتاعتي، واضغط موديفاي او اضغط اسكيب من الكيبورد عشان اخرج من الامر، اضغط موديفاي او اضغط اسكيب من الكيبورد عشان اخرج من الامر. طب افرض انا عايز انقل العمود دي من هنا يا شباب، اول ما اخترت العمود سيلكت كده ظهر لي هنا موديفاي ستراكشر كولم، موديفاي ستراكشر كولم، ظهر لي بقى الايه التاب اللي اسمها ايه موديفاي، هو ده اللي انا هشتغل عليه دلوقتي عشان نتعلم الاوامر. طبعا انا مش هشرح امر امر، لكن هشرحه واحنا شغالين مع بعض كده. عايز انقل العمود ده من هنا، يبقى انا هستخدم امر ريموف، ادي امر ريموف او ام في من الكيبورد، هبدا القط السنتر لاين بتاعه والقط السنتر لاين بتاع ده، بدا ينقل العمود بتاعي من هنا لهنا. طبعا ده بيعتمد على الماشين بتاعتك، على حسب الماشين بتاعتك ماشيه ازاي. تمام كده بدا ينقله عندنا اهو، لو الجهاز بتاعك سريع شويه هينقل معاك على طول. طيب كده بالنسبه لايه؟ كده بالنسبه للعمود الدائري. ناخد كمان العمود اللي هو العمود المايل، العمود الريكتانجولر، احنا خدنا العمود الريكتانجولر، عايزين ناخد العمود السكوير بالمره كمان. برضو ممكن اخش على كولم لود فاميلي، ابدا اخش على القطاع بتاعي كان هنا سكوير اهو، ابدا اقول له اوبن يفتح لي السكوير بتاعي اهو، ابدا برضو اقول له ايد الطيب واحط له القطاع بتاعي، احط له التخانات بتاعتي، التخانه بتاعتي كام، وابدا اشتغل عليها. برضو هنا الدبس والهايت، وانا هوصل لليفل كام وكام بالظبط كده. طيب ده كده بالنسبه يا باشمهندسين للاعمده، طريقه رسم الاعمده وطريقه رسم او تعريف القطاعات على برنامج الريفت. المره الجايه ان شاء الله نستكمل مع بعض الكاميرات، عشان بس الايه الحلقه بتكبر فبتتعبني في الرفع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.